كان ب 320 وماكلوا مي وضو ودوي. اذا كان ما لمتش الباب نموتوا بالشر. قال لي 23 لقداش كريدي باش خذيت طرف خضره ولا حتى الغله ما فيهاش. هاك تشوف تو لا سكر ثم لقيتك النار ارتل من واحد لواحد نشح. السميد ما ثماش. الدوله المعامل نتاعها فلسه. هو حال معمل. كيفاش حاله خدامة تخدم ويملك كي ما ثماش الزيت الواي يحلوا فيه. خاطر ياخذوا فيه الرسترانات الكبار ولا الوتله. ويصبوا فيه فك البادن نتاع زيت الثاني. 13 غير 100. والاخرين يبيع فيه ب 18. زريعتنا هزوه اللوبيات من هنا الشتله نتاعنا ومحطوطه في كندا، ما عندناش العمله الصعبه باش نرجعها. جايب لنا قمح امريكا تخليه شوي يسوس. عسليمة حاج. يسلمك يرحم والديك. تو حاجه احنا متعدين لفت انتباهنا، انت قاعد لهنا ترتاح وانت تلم في الدبابز. اي نلم في الدبابز. قداش عندك تو تلم في الدبابز؟ وانت عندي 3 سنين ولا قداه. وقبل كنت تخدم خدمه اخرى؟ كنت اللي خدم طايشة مرة عند في الديار مرة عند في مقاولين مرة معناها قبل كنت تخدم ماكش مترسم ما عندكش شهرية قارة؟ لا لا عادي أنا كأنتريت نسبي كلا مش هم يا شهرية قارة وين شهرية قارة. أنت شنو كنت تخدم قبل معناها كنت تخدم في خدمة رسمية مترسم في حاجة ولا لا؟ مش مترسم لقيت بتلقيت مرة عند الخواص مرة في دار الملاكة مرة وشديت في آخر لحظة في الشركة. معناها تو عندك جيراي التقاعد؟ هي عندي جيراي نتاع التقاعد. ما تكفيش بنيت عم كاري ب 320 وماكلوا مي وضو ودوي. معناها اضطريت تخرج تلم دبابس فماش ما تزيد شويه مصروف؟ بالطبيعه اذا كان ما انا لمتش دبابس نموتوا بالشر. يعني ناخذها مني حق الكري بالضبط. والماكله منين مش ناكل منين مش ندوي منين مش نلبس منين كل شيء. قداش تدخل تو في النهار من الخدمه هذي؟ تعمي كل نهار ونهاره. تو كما اليوم بعت ب 10,000 امس بعت ب 5,100 هوي هكا ماشي. يعني نهار الفوق ونهار لوطا. ايه وين كان لقينا شويه بابز انا صورنا ما لقيناش ونهار على نهار ما تلقى 3,000 تلقى 3,000 2,000 ولا وهاك تشوف الاسعار غاليه. تو نهار تصور 10,000 نهار 3,000 كيفاش قاعد تجيبه في الحياه؟ كيفاش قاعد تصرف فيهم تقسم فيهم على مصروف دارك وعائلتك؟ ما بنيت عمي بشوي بشوي وانا ولقينا ولاد الحلال يسمن كرد والواحد والله تو الخضاي ساني 71 دينار كي يسمها يرحم والديك ووالديه باقي ما نقوم ما ناكلوا انا بشوي بشوي اللي نبيع بخمسه نبيع بعشره نعديهم هو اللي هو ديرك خاطر اللي عاملك حياك وهذه الدنيا هكاك. انت الوحيد اللي تخدم على العائله؟ تو ولادي يا اخي اللي عرس على راح ولا الاخر يخدم هو ماشي يكون على عائله هو كي ماشي يخدم وهم مش كيف نهاك يشوف اللبسه وهم شهرين معسوف في سبيدري ولا شيء يا اخي تو شباب تو مش كيف كم كبار بك. تو كل يوم تخرج تخدم هكا من الصباح شتاء صيف؟ يوميا شتاء صيف اللي يجي اللهم كي مرضت ما نمشيش برك دائما وابدا ديما هذه السنة لوحدها. هاني مشيت هاني بعت ما جيت نرتاح هاني ركابي عندي الدم والسكر الوحدة ها بنيت هاني جيت نرتاح شوية هنا كان ناب ربي ناب ما نابش نروح وهكاك ديما. معناها انت في عمرك هذا قداش عمرك انت؟ 68. 68 سنة تضطر كل يوم باش تجيب الحاجيات نتاع عائلتك تخرج لما الدبابز تدور بلاد كاملة؟ اي والله ندور بلاد كاملة والله البارح اللي جبت خذيته نيت عمي الوحدة قال لي 23 لقداش كريدي باش خذيت طرف خضرة ولا حتى الغلة ما فيهاش طرف خضرة ب 23 هاي كريدي تو لقيت ولاد الحلال باقي ما ناخذ وشو هكاك خضرة طريفة طريفة. أكثر نهار معني خدمت فيه لميت الدبابز قداش صورت فيه؟ أكثر نهار صورت 25.
هذا انا بربي وعطوني مال الديار هكا يا سمك نتعاد بعض. يعني عندك شكون تو يعاونوا فيك اللي عندهم ديار ولا حوان يلموا لك كونتيتي ويستناوك اللي انت تعدى؟ لا 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 كي نتعدى هكاك الصدفه. من باب الصدفه كي نسافر في البعدات تبدا تنشر ولا حاجه ولاد الحلال يمدوا لي. ما كانش كان لقيت في الطريق لقيت ما لقيتش نروح. انا ما ثماش لا عندي بنيت عمي ما عرف اللي باش يلمد لي ولا الواحد لا باش نكذب عليك لا ونكذب خاطر ربي هو الرقيب على العباد. معناها انت كان ما تخرج توا تلمد بيبز تبدا نقصتك برشا حاجات في الدار. بالطبيعه بالطبيعه هاك تشوف توا لا سكر ثم لقيت هاك النار ارطل من واحد لواحد نشح. سميد ما ثماش. احنا يعني في قبل الحرب العالميه الاولى تونس كانت ما تمر روما. ها اليوم صرنا والوحدات صرنا باللوبيات يعملونا في شكار بو 5 وبو 10 وبو 20، علاش ما ترجعش بو 50 ناخذ فيها ب 22500 ولا هذه هم يكلفوها ب 47000. خاطر المعمل نتاعها هو. الخوا الدولة المعامل نتاعها فلسه. كانت الدولة كانت في الوحدة، تو كيما نقول الزيت النباتي هذاك. رانا نعرفوا الزيت النباتي كانوا ثلاثة معامل. 72 الدولة واحد تابع الخواص. تو 46 معمل. والزيت مثلا ما شاء الله نراه هو حال معمل. كيفاش حاله وخدامة تخدم ويملك كي مثلا ماشي الزيت الواحد يحلوا فيه. خاطر ياخذوا فيه الرسترونات الكبار ولا الوتلة. ويصبوا فيه فيك البادن نتاع الزيت الثانية. ها باش الوحدات. وتجي تمشي تدور كل وحانوت مثلا حتى كما تقول له تشحت تقول له راني في حاله ولا حاجه تاخذ من الياغورت الكل. تو بنت عمي كما نقول عندك 3000 ولا كيفاش باش تاخذ منها من الياغورت الكل؟ معناها يلزم الحليب بيع مشروط تاخذ الحليب كان بالياغورت. كان بالياغورت. والا يقول لك لا ما عنديش يخزر لك اللي يخزر لك الوجهك يعرفك مشكلك اليوم تاع يقول لك ما عنديش. الدور الجرون سيرفاس كيف يجيب الحق الناس تشد الصف. كان خلط كان بنية عمي مش نلوج على خبزة هكا ولا مش نقعد نلوج على الجرون سيرفاس او جايه زيت ولا جايه قول الزيت هكا جايه سكر ولا فارينه ولا سميد ولا تو البر الحوان تاع البر ياخذها تو كيما حوان تياخذ يبيع لنا فيها لقيتك النار شكاره وسطي ب 20 يبيع فيها ب 13 غير 100. شنو هو هذا سميد؟ سميد اي 13 غير 100 والاخرين يبيع فيها ب 18. علاش يقول لك راني شاريها ب 16؟ علاش؟ علاش علاش مش كان ما كانتش الرقابه كما بكري وتقادي كما في الواحد وانت كل ما عند الدوله قادره على كل شيء. وعندهم كل شيء وعندهم الحوانت وعندهم اللوبيات هذيك وعندهم المعامل الوحدات هذيك كل اما يد صحيحه تكون يد صحيحه وتجيب كما لنا واحد من رئيس كوريا الشماليه يجي يشدنا لاخر جمعه خلي يرجع لنا البلاد للوحدات ولا السيسي ياك اللي حكى لي انا دمر. يعني انت توا مطالبك انه يرخصوا لك شويه في الدنيا ان الدنيا ترخص المعيشه ترخص. هي يوفرون المعيشه. علاش تو كيما نقولوا نحن بكري الاراضي الدوليه قادتها فرنسا على لا يبارك لها. هي انت 9000 هكتار ولا 900000 هكتار قاعدين كان يخدموا فيها الاخرين زراعة على الدوله والخدامه على الدوله والواحد والانتاج له ويصدروا فيها ديريكت لك يقول لك قمحنا ما يخرجش لبرا. بما هم كسبوا المليارات وديار برا باش كسبوا وعلاش تو قاعد كيما هكاك وزريعتنا نحن اللي رانا نعرفوا كل شيء زريعتنا هزوه اللوبيات من هنا الشتله نتاعنا ومحطوطه في كندا ما عندناش العمله الصعبه باش نرجعها جايب لنا قمح امريكا تخليه شوي يسوس حتى سميد حتى تعمليه كسكسي حتى تعمليه كسكسي يسوس يعمل لقيتوها وسميدنا بكري كان وقمحنا بكري كنا نقادوه يقعد بالعام الكسكس بالاكثر ما يصير فيها شيء يقعد القمح كيف ونعاودوا نزرعوه كيف توا نبدا معناها فرق كبير ما بين قبل وتوا فرق وين شاسع ياسر وين بنيتي وين